لأن إن شاء الله تكونوا مبسوطين بإجازتكم. أنصحكم تجربون هذه السندوتشات دجاج برقاق المطبق إذا تبغون فطائر مناسب لشهر رمضان وخصوصاً بعد الإفطار. وخلينا نشوف المقادير. أولاً راح نخلط علبة زبادي قليل الدسم مع فصين ثوم مفروم ونص ملعقة صغيرة لكل من البابريكا، الفلفل الأسود، البهارات، ثم نضيف الملح ونخلطهم، ونضيف 500 جرام دجاج ونقلبه، وملعقتين كبار زيت زيتون ونتركه على جنب. وللصوص في الخلاط راح نحط علبة زبادي قليل الدسم وحبة بطاطس صغيرة مسلوقة مع ملح ومقطعة، وملعقة كبيرة طحينة سائلة، وملعقة كبيرة مايونيز، وملعقة كبيرة خل، وفص ثوم مفروم، ونخلطه لحد ما تمتزج المكونات. وعلى نار متوسطة نطبخ الدجاج اللي سويناه، وإذا نشف الصوص نرفعه عن النار. نجهز رقاق ثم نحط الدجاج، الصوص، البقدونس، وأخيرا البطاطس المقلي، ونلفه زي ما تشوفون بالفيديو، بالأخير نحمره على صاج حار من الجهتين، وبكذا تكون جاهزة للتقديم. وبالعافية.